نلتقي اليوم لقاء ما قبل الأخير، وحنناقش فيه كالعادة في النصف الأول من المحاضرة قضية خلافية، ونخصص الجزء التالي إلى بعض التقنيات المنطقية. خليني أكد بداية أن نقاش القضايا الخلافية يحقق أكثر من غاية. بداية إثراء الرصيد المعرفي لدى الطالب، ثانيا خلال النقاش زي ما قلت أكثر من مرة تتضح الهنات أو الاختلالات المنطقية التي قد ترتكب أثناء نقاش القضية. الأهم من كل ذلك أن الطالب يستوعب فكرة أن القضايا الخلافية عادة ما تتخذ منها مواقف تبدو بديهية واضحة، وتجد دائما الأجوبة في شكل كليشيهات متعارف عليها يقولها الجميع، وفي كثير من الأحيان تكون خاطئة. حنأخذ مثال اليوم قضية الكابيتال بانشمنت، قضية الإعدام، أيضا قضية خلافية على مستوى العالم، على مستوى الفكر الإنساني عبر التاريخ، تتخذ منها مواقف مختلفة. فخليني نبدأ بيش، نبدأ بالسؤال، حنطلب من كل واحد أن يفكر أولا، يتخذ موقف من المسألة، هل أنت مع تطبيق الإعدام أم ضده؟ السؤال الثاني، ما هي أقوى حجة لديك على موقفك؟ وما هي أقوى حجة لديك ضد موقف خصمك؟ واضحة الفكرة؟ أنت معه ولا ضده؟ بين أنت معه ليش؟ أو ضده ليش؟ وليش أنت ضد الآخر؟ يعني تبي حجة معك وحجة ضدك. نأكد على كلمة حجة، ليش؟ لأن هذه اللعبة أصلاً دائماً هي مسألة حجج، وراهي فكرة الحجج أصلاً راه هو البديل الحضاري للعنف، للإرغام، للإكراه. فكرة حجة معناها أنا نبي نقنعك بالرأي بالدليل وليس بالقوة أو بالإكراه. اللي عنده موقف من الإعدام يتفضل، معها أو ضده. أولا خلينا نأخذ برفع الأيادي، من اللي معاه ومن ضده؟ من اللي معاه تطبيق عقوبة الإعدام يرفع يده؟ واحد اثنين. من اللي ضد تطبيق الإعدام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. ما فيش أجنوستيك، ما فيش واحد متردد؟ لا. أوكي جميل. نعم أجنوستيك، أوكي لا أدري، أو معلق الحكم إلى أن تتضح الأمور. خلينا نبدأ من جماعة اللي مع الإعدام، اللي هم من؟ صبري ومن؟ وتوفيق. هنأخذ حجة صبري على الإعدام باختصار وبشكل مكثف ولو في جملة. صعب طبعاً، لكن حاولي نفس القدر المستطاع. طبعاً القرآن والمرجعية بتاعنا بشكل أساسي نمبر واحد، هذا هو الفاكت. ربي ذكر في القرآن قال ولكم في قصاص الحياة يا أولي الألباب، وفصل حتى أنواع العقوبة وبعض منهم أشكال التفاصيل، وبالتالي هذه الأشياء الأساسية منطلقة منها نص الدين. انتهت. نكست. في عندك حجة أخرى؟ نعم. تكتفي بذلك. هل لديك حجة قوية ضد من يعارض الإعدام غير النص الديني؟ غير أن من يعارض الإعدام هو يخرج عن شريعة الله؟ والله هذه هي حجتك. أنت تقول أنا مع الإعدام لأن القرآن يقول ذلك. شنو حجتك باش تقنع الآخر الذي لا يؤمن بالنص الدين؟ هو لا يؤمن مش بالنص الديني إطلاقا، لا يؤمن بالنص الدين الذي تؤمن به. بغض النظر عن الخطاب الديني حتى عجل. أيوة. بمنطقة.
طبعا لو ما فيش عقوبات رادعة في المجتمع حيكون السلوك المجتمع حيكون سلوك عدواني واضحة خلاص. يكون في يعني اعتداء على الآخرين، ما فيش إحقاق للحق وإصال الباطل. هاي الكلمة. بما في حتى. هاي الكلمة يا صبري. ردع. ردع وانتهت. أوكي. الإعدام يردع الآخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة وحجة قوية أيضا. أوكي. توفيق، هل لديك حجة أخرى غير هاتين على تطبيق عقوبة الإعدام؟ غير القرآن. نعم. قانون البشرية، السن والسن، العين والعين، والسن والسن، والقاتل يقتل. جميل. يعني نقوله المشترك الإنساني. كل الشرائع أو معظم الشرائع اللي نقوله باش نكونوا دقيقين تجرم تطبق هذه العقوبة انطلاقا من مبدأ العين بالعين والسن بالسن من أيام حمورابي. طيب هنأخذ الخريطة اللي الكانز من نبدأ، من عنده الحجة تقول لا الإعدام يجب التوقف عن تطبيقه للأسباب التالية؟ نقول إن البانشمنت الردع هو عبارة عن تكرار نفس المسلك. جميل، خليني أقول لك عبارة جميلة قيلها بسيط. قتل من يقتل كمن يريد أن يخمد نارا بإضرام أخرى، وبيطفي نار ولا في الأخرى. جميل. أوكي. أوكي. الثاني عند حجة بضة. الفكرة في تطبيق الإعدام هو ردع، ولكن الجرائم ما زالت ترتكب، ولن يعني ما فيش ردع على الإطلاق. جميل. إذا كان هذا هو المنطلق اللي يجب من فكرة الإعدام. الإعدام والإعدام. الفكرة لا تزال أن مش تأهيل وعلى الإعقاب والتأهيل مع بعضهم بطرق مختلفة. نعم. 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 خلينا في حكاية الإعدام لا يردع. أو خلينا بس نسمع الباقي، حد عنده كلام تاني؟ إضافات أخرى؟ أوكي، خلينا نبدأ بحمورابي. حمورابي هو أول من دشن فكرة القصاص، على فكرة القصاص مش القصاص، أوكي؟ فكرة أنك تقتص من الآخر بقدر ما أجرم. لاحظوا أن مبدأ السن بالسن والعين بالعين إلى آخره اللي طبق أيام حمورابي طبق حرفيا بشكل أحيانا منافي للعقل. وصلت إلى أن يجي واحد مهندس يبني بيت، والبيت هذا يقع عليه بنت أخت صاحبة لأنه ما دارش كويس، يقتلوا بنت أخت اللي دار. واضح الفكرة؟ حرفيا وصلت مرحلة ما يحكيش عليها حمورابي، لكن في تطبيق هذه الشريعة أخذت إلى حدها الأقصى. نقطة. لاحظ الثاني، المبدأ الثاني أن راهو في النص القرآني وكتبنا على بني إسرائيل أن العين بالعين. Okay. هذه نقطة. لكن خلينا نقول لكم حجج أخرى لم تقل غير الثلاثة هذين. في حاجة أقول لك، الحياة هبة من الله، هذا مالي ضد الإدامة،
وحده الذي له الحق في سلبها. يرد عليهم فخرين تعين الإدام، يقول له الحرية أيضا هبة من الله لكننا نسلبها بالسجن. شوفوا بنفس القوة متاع الأولى. أوكي، في مبدأ يقول، وهذا مجموعة الإعدام أيضا، العقاب من جنس العمل، وهذه فكرة القصاص أصلا، قاتل يقتل. يرد عليه الآخر يقول له به، واللي يشهر نشهر به، واللي يسرق نسرقوه، واللي يغتصب نغتصبوه. بايش معنى العقاب من جنس العمل في هذه، في القاتل فقط؟ ايضا في حجة اخرى هي من خلال القران الكريم، يعني احنا نراه حتى يعني القران الكريم يعني الحجج بتاعها قويه من الدروس اللي نقول فيها هذا، يعني فمن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. لا لا لا، استنوا حاجة، استنوا حاجة. لا لا، من غير حق ممكن قروها، أوكي مش مشكلة، لكن استنوا حاجة. وفي آية أقوى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في أقوى من هيك؟ لكن لحظة الاثنين فيهاش عقاب دنيوي. الاثنين ما يقولش اقتلوه الآن. ثانيا، النص الديني نفسه يعطي بدائل الدية والعفو، والعفو أولى. يعني راه النص الديني ما يقولكش على طول موضوع محسوم، بالعكس يعطي في خيارات ويفضل في خيار أوكي الردع. مسألة الردع، ولاحظوا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، راه معناها الردع. بمعنى إيش؟ بمعنى العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل. أنت تقتل بش معنى ينقتل بعدك. هذا ليش في القصاص اللي فيه قتل حياة، حياة لآخرين. جينا مسألة الردع، طبعا أصبحت هذه المسألة empirical. انتبهوا، مسألة الإعدام يردع ولا لا is an empirical matter. يعني أنت ما تقررش بشكل a priori قبلي أن راه الردع القتل يردع، تبي تشوف شن ساير في الدول اللي كانت ما تطبقش في الإعدام وبعدين بدأت تطبق فيه، هل قلت الجريمة ولا لا؟ هذا المحك الحقيقي. وقد يختلف الأمر من دولة إلى دولة ومن شعب إلى شعب. ضيف إلى ذلك أن الأمم المتحدة باستطلاع عالمي درتها في مطلع العقد الفائت، وجدت بستيتمنت صريحة أن الإعدام لا يردع. ضيف إلى ذلك على مستوى العالم في 2002 كان 100 دولة تمنع الإعدام، 100 دولة من 181، ومن تلك السنة في كل سنة دولتين يمنعن، يعني توا واصلين حوالي 140 من 180. فكان المشترك الإنساني يتجه إلى عدم تطبيق الإعدام. في ما يبدو أقوى حجة ضد الإعدام، حجة تقول بعدم إمكان تدارك الخطأ. واحد حكمنا عليه بالإعدام بين طلعنا غلطانين،
وصارت عديد المرات بكيفة الأيمال. طبعا تبدو قوية لكن لاحظوا الآخرين كيف ردوا عليها. يقول لك والله تقدر تليمها بأنك أنت تتريث وما تحكمش إلا بعد ما تتأكد. وبعدين في حاجة أخرى، مثلا في أخطاء طبية، هل نلغو في الطب؟ الدكاترة يخطئوا صح؟ يبقى فكرة الخطأ في ذاتها ليست مبررا كافيا. واضح؟ في حجة أخرى، أنا مرة كتبت مقالة الدراسة اسمها عقوبة الإعدام بين سوانح التراخي وعذابات الانتظار. شوفوا المأزق اللي قدامك أنت، سوانح التراخي اللي شنو ما تنفذش بكي تطلع حاجة تثبت أن راهو بريء، أجل التنفيذ قدر الإمكان. أكثر مرتين، ها؟ أكثر مرتين، أكثر من مرة. لا، والثانية، والثانية عذابات الانتظار. أوكي، لكن في نفس الوقت أن سوانح التأخير تعطيك فرصة أنك لما توخر في التنفيذ أنك قد تستجد أدلة تبرئ المعني. وأنا لما درت البحث هذا درت بحث ميداني، بمعنى مشيت الكويفة وقابلت مدير السجن وقابلت محكوم عليهم بالإعدام في النقطة هذه بالذات. سألته يعني تخيلوا في وحدين لما مشيت كان لهم 15 سنة يرجو في التنفيذ، 15 سنة مش إعدام، هذا يا ريت إعدام واحد في كل ليلة يسمع خطوات يقول هذا يومي، يموت 15 سنة كل يوم. سألت مدير السجن احكي لي على كيف يتم الإعدام، شنو الطقوس اللي يصيرها. قال لي أول حاجة في عنبر اسمه عنبر المحكوم عليهم بالإعدام، ولما نبوا ننفذوا في شخص قال نديروا عذر، عذر نطلعوه أنه مرض ولا أي حاجة، لأن لو انتبهوا الآخرين أن في واحد منهم حيعدم تصير ثورة عارمة. ثورة عارمة من من؟ ممن لا يخشون شيئا، they have nothing to lose. okay. بيسحبناه بطريقة أو بأخرى. قال نعطوه فرصة أن هلا يجو قبل بيومين يقعدوا معاه أكبر وقت ممكن. بعدين قلت له يوم الإعدام إيش يصير؟ قال لي أول حاجة ينكس العالم. شوفوا كأن المجتمع قاعد يقول كان يراه أنا ندير فيه هيك مكرة على مضض، ينكس العالم. الحاجة الثانية طبعا جاب لي البدلة، وراني البدلة اللي لبسها المحكوم عليه بالإعدام. سألت ليش هاللون، ليش اللون هذا المتعارف عليه؟ قال لي باش الدم ما يبانش، قريب من الحمرة بحيث ال... بيه كيف تتم العملية؟ قال لي عادة نعدمه في اثنين ونحطه كل واحد مقيد عليه بوست، نجيبه أربعة، أربعة ضمة كل واحد عنده خمس رصاصات. نطلبوا من الجميع انهم يطلقوا النار بامر من مدير السجن في لحظه واحده. وفي احيان كثيره لا يموت المعني بالعشرين رصاصه. ليش؟ لان كل واحد يضرب بجانب انه هو يكون القاتل.
وقال لي نجي أنا بروحي ونقتل برصاص الرحمة. سؤالي كان به ليش أصلاً عندك بديل الخلب؟ صح؟ بديل إن خمط رصاصات فيهن واحدة بس، فأنت ما تعرفش أيهن اللي اقتلت واللي ما. وقلت له ليش مش شنق أصلاً؟ ليش هالمجزرة؟ لا تتخيلوا السبب، لا تتخيلوا ليش لي بتطبق الإعدام بالرصاص وليس شنقة. الإعدام عادة بالرصاص للعسكري صح؟ ونحن الشعب المسلح. هل تتخيلوا؟ شوفوا الأيديولوجيا تخش مش في حياتك، في طريقة موتك أيضا. هذا سببه الرسمي، لأن كنا نحن شعب مسلح، وبالتالي كنا عسكريين، بالتالي كنا نقتل رصاصا. استخدموا شنقة ولا لا؟ لما درت اللقاء كانت الطريقة هي الإعدام بالقتل، قصدي بالرصاص. خلينا نرد على حكاية النقطة، حرد عليك الرد على حكاية الردع، منطق الردع. في واحد قال به إذا كان المقصود هو الردع فلماذا لا نطبق أقصى وسائل الإعدام؟ مش بتردع أنت؟ ليش أنت رحيم به وحقنا وإلا يعني حاجة مش بشعة؟ ليش ما تقطعش طروف طروف قدام الناس؟ مش تبي تردع؟ النقطة الثانية إن psychologically من يقرر أن يقتل هو دخل في حالة لا يفكر فيها مع ردع أصلاً، لتنتابع حالة إنه بيقتل انتقاما لشرف لعرض لأي شيء لإهانة. هذاك الوقت في حالة نفسية لا يعني تحكي له راه اللي داره هكين قتله من قبل ما لهش علاقة. تفضل دكتور. لو أنا سؤال فاهمت أنت ليش سألت السؤال أصلا؟ ليش ما استعملش الشنق؟ ما فهمتش. أنت لما سألتها قلت له ليش ما تستعملش طريقة الشنق هذا الرصاص؟ شنو خلاك تسأل السؤال أصلا؟ كيف؟ شنو خلاك تسأل السؤال هذا؟ أصلاً أنت بدأ المجزرة اللي حق فيها. وفي أدري ولدي حقنا يا دكتور ليش مسألة؟ لا وليش؟ في أنت في ليبيا يعني هذا بدون مكاني اللي كيف؟ كيف؟ كيف شو قلنا بخصوص؟ لا هناك كان سؤال هل من وسائل أخرى استعملوها في الشنق للقتل غير ال؟ نحكي على كيف يا عم؟ أعيد ما قلته مرارا، لا يهمني اطلاقا موقفك من اي قضيه، ماليش علاقه انت مع الاعدام والضد. السؤال شنو حشتك على موقفك، والاهم من ذلك شنو حشتك ضد خصمك. وتبي تعرف ان له البروز والكونز دائما قعدت، وان راهو الحسم والكليشيهات يعني لو قبل هذا النقاش اللي ندار في ربع ساعه ممكن كان موقفنا لأنفسنا واضح، أنا من الإعدام القرآن يقول ذلك وانت القصة، والله الموقف الثاني أنا ضد الإعدام، الإعدام ما يردحش وانت القصة. لا القصة دائما دائما مش في هذه القضية بس، دائما أكثر تعقيدا وتركيبا. أوكي إذا كان ما فيش تعليقات عن الموضوع هذا حننتقل لموضوع تاني. أنا قلت في بداية المحاضرات إن 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 التفكير الناقد خبرة مؤلمة، ذكروها العبارة هذه، وإن التفكير الناقد محاولة لتقليب التراب التي تربت فيها عقائدنا وتجذرت. التفكير الناقد حيخلي جذورنا واضحة للعراء،
السؤال ولماذا كل هذا العناء؟ مقابل ماذا؟ لماذا نخاطر بهذه التجربة المؤلمة بكل هذا الثمن الباهظ؟ وهنا تحضرني عبارة السقراط يقول إن حياة لا تمتحن ليست جديرة بالعيش. وتمتحن بالمعنى النقدي، إذا كان أنت تبي تعيش حياتك كما كنت تستنيم أو تستريح على أرائك اليقين، ما عندكش أي مشكلة وكل حاجة في مكانها، أوكي عشت حياة لكنها ليست جديرة بالعيش. أنت كإنسان حسب على الإنسانية، يجب أن تعيش حياتك البشرية كما يجب بكل الأثمان الباهظة التي قد تدفعها نظير ذلك. خلينا نذكركم بآخر حاجة درناها في المنطقة. تذكروا الجدول، آخر جدول اللي عرفنا فيه شنو؟ 5 دوال صدقية. نتذاكر مع بعض. تذكروا فكرة رابط قضوي اللي هو عبارة عن إيش؟ عن كلمة أو عبارة تربط بين قضيتين زي و أو وبسبب وقبل أو بعد. وقسمنا الروابط القضوية هذه النوعين، شنو هن؟ truth functional و non-truth functional. يعني كان تذكروا مثلتها بالشكل هذا، هذين قضيتين في رابط يجيب بين الاثنين. الرابط هذا، هذا هو الرابط القضوي، قد يكون truth functional وقد لا يكون. بايش الفرق؟ في حالة لما يكون truth functional زي كلمة واو وأو، شو يصير لما تعرف هذه صادقة ولا كاذبة؟ وتعرف هذه صادقة ولا كاذبة، هتعرف هذه شو سير فيها. لما تعرف هذه صادقة وهذه صادقة، تعرف صاد وكاف أو سين ولام، تعرفها إيش؟ صادقة. ليش؟ لأن هذه صادقة وهي صادقة. لما تعرف هذه كاذبة، تعرف أن هذه كلها كاذبة. رتو هذه truth functional، كأنها تهديك توريك قيم صدق المركب. لكن أحيانا الرابط يربط بقضيتين لكن مش truth functional، بحيث تعرف هذه شنو وضحها وهذه شنو وضحها، لكن ما تعرفش هذه شنو وضحها. لما نقول لك سين صادقة وصاد صادقة، بيسين قبل صاد، صادقة ولا كاذبة؟ درعانة. واضح؟ الدوال الصدقية 5 أهن، شفتون؟ هذين الدوال الصدقية 5، شنو النقطة هذه؟ هذا هو الوسط. يبقى عين ولام، عين ولام تصدق لما يستقط عين ولام، وتكذب في غير ذلك. أي أن القضية الوصلية لا تصدق إلا إذا صدق الموصولان، وتكذب فيما عدا ذلك. واضح؟ هذا الفصل اللي هو أو عين أو لام صادقة، كان الاثنين صادقات وصادقة كان وحدة منهم صادقة، لكن كاذبة لما يكذب الاثنين، كأن الفصل لا يكذب إلا إذا كذب المفصولان. واضحة؟ الشرط، الشرط فيه مقدم وتالي زي فعل الشرط وجواب الشرط. الشرط لا يكذب إلا في حالة واحدة، صدق المقدم وكذب التالي. تقول لي إذا فاز ريال مدريد اليوم سوف يفوز بالبطولة، كلامك غلط. إذا كان فاز ريال مدريد اليوم وما فازش بالبطولة، غير ذلك كلامك صح. خسر الريال وما فازش بالبطولة، كلامك صح. خسر الريال وفاز بالبطولة، كلامك صح. لا خسر لا فاز، كلامك صح. ما يكذبش كلامك إلا في حالة واحدة. نعيد المثال، اليوم عنده مباراة ريال،
نقول لك شوف كان فاز اليوم حياخذ البطولة. أمتى كلامي كذب؟ حالة واحدة. يفوز اليوم ما ياخذش البطولة. بينما فازش اليوم وخذ البطولة، كلامي صح. به لا فاز لأخذ البطولة، كلامي صح. واضحة؟ هذا إيش الشرط؟ وهذا ليش الشرط؟ لا يكذب إلا إذا صدق المقدم وكذب التالي. هنا يكذب أو المقدم اللي هو عين وهذا التالي، الباقي إيش؟ صادق. هذا التشارط، تشارط يختلف. لما نقول لك يفوز ريال بالبطولة إذا وفقط إذا فاز اليوم، راه اختلف الكلام. معناها كان فاز اليوم وخذش البطولة أنت كذبت عليا، ولا خذ البطولة من غير ما يفوز أنت كذبت عليا. أنت كلامك صح في حالتين فقط، إذا كان فاز وخذها أو ما فازش وما خذهاش. هذا ليش في التشارط؟ يصدق التشارط إذا كان المتشارطان صادقان أو كانا كاذبان. كان كاذبين إذا كان المتشارطان صادقين أو كان كاذبين، هنا يصدق. أما إذا اختلفت القيم شو هيصير؟ هيكون كاذب. وأخيرا السلب بسيط جدا، يعكس القيم، يجعل الصادق كاذبا والكاذب صادقا. واضح الفكرة؟ نعود من جديد. في خمس روابط قضوية تتصف بأنها دواء صدقية، هي الوصل والفصل والشرط والتشارط والسلب. السلب، الوصل نيجيشن. الوصل اللي هو كونجنكشن، لا يصدق الوصل إلا إذا صدق الموصولان. الفصل disjunction، لا يصدق لا يكذب الفصل إلا إذا كذب المفصولان. conditional، لا يكذب الconditional إلا إذا صدق المقدم وكذب التالي. by conditional، يصدق الby conditional أو التشارط إذا تساوت القيم. إذا كان القيم كيف بعضها، كان الاثنين صادقات هو صادق، الاثنين كذبات هو صادق، أما إذا اختلفتا فيكذب. أخيرا نيجيشن يعكس القضايا. به هذا شو نديرو به؟ يبدو يعني هذا تقدر تدير به زي ما قلت المرة الأولى، تقدر تقيم به عدد لا متناهي من الحجج، تعرفها صحيحة ولا فاسدة. لكن خلينا قبل نعرف وش معنى صحيحة وش معنى فاسدة. الترم المستخدم هو valid و invalid. وش معناها valid؟ حجتك صحيحة إذا كان مقدماتك تضمن نتيجتك. بمعنى حجتك صحيحة إذا كان صدق المقدمات يضمن صدق النتيجة. حجتك صحيحة إذا استحال أن تصدق المقدمات وتكذب النتيجة، يستحيل. حجتك فاسدة invalid أمتى؟ إذا كانت مقدماتك ما تضمنش نتيجتك. إذا أمكن أن تصدق المقدمات وتكذب النتيجة، لكن ممكن يبقى حجتك فاسدة. هنأخذ مثال بسيط. يعني أنا نقول لك مثلا إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض. أمطرت السماء، إذا إيش؟ ابتلت الأرض. هل هذه حجة صحيحة؟ لما تسأل هل الحجة صحيحة ولا، كأنك تقول لو افترضنا هذا صح هذا صادق، هل هذه حتصدق بالضرورة؟ لا.
بالضرورة. شوفوا هذه حجة صحيحة رغم أنها ما أمطرتش السماء، ما لهاش علاقة أمطر السماء ولا. انتبهوا، لا علاقة لك بصدق المقدمات. هذا في المنطقة تفكير الناقد لك علاقة. أفطن النقطة هذه. هذه الحجة صحيحة مش لأن المقدمة هذه صادقة. راهي ممكن تمطر السماء وما تبتلش الأرض، بمعنى الأرض صاخنة جدا أو صار تبخل المية قبل ما تنزل. لكن لو افترضنا أن هذه صادقة، وافترضنا أن هذه صادقة بالضرورة، هذه صادقة، هذا معنى أن تكون الحجة ذلت. صدق المقدمات يضمن صدق النتيجة. باهي المقدمات تعتبر الشرط المرعى مقدمة والنتيجة مقدمة. لا لا، هذه هذه مقدمة وهذه مقدمة، مقدمتان ونتيجة. اللي قبل الخط مقدمات. باهي قارنوا هذه بهذه، نفس هذه لكن حطينا بتلت هنا وأمطرت هنا. إذا أمطر السماء بتلت الأرض، بها الأرض مبلولة، يبقى أكيد أمطرت. لا لا، صح؟ ممكن البلدية بالضبط. يبقى هذه شنو؟ invalid. به ليش invalid؟ بس المعنى هذا له دور، المعنى تاع الجملة. وريني. يعني قصدي لما تجي تقول لي أنت نحن نحكوا كلوجيك كمنطق، المفروض هذا كمنطق لما تجي تقول أمطرت السماء اللي في اللي كحجة لإذا هنا أنت لست تعرف المعنى مش تقدر تقول هي الحجة مقبولة ولا لا. ليش؟ شنو المعنى المش واضح؟ لا قصدي المعنى لازم يكون واضح. لا هو ريت استنوا، يو ار رايت. لا كحكم عام، كحكم عام نعم انت لا تستطيع. ونحن اصلا خذينا فصل كامل في الحساسه اللغويه. ليش؟ راهو ضروري باش تقيم حجه بتفهم الجمله ايش قاعده تقول بالضبط، وخاصه الجمله بتكون ملتبسه. قضايا هذين كلها هذا ليش تبي حساسه لغويه؟ لكن الان قاعد ناخذ في امثله بسيطه على اساس انه لا تحتاج مثل باش نركز على الجانب المنطقي. اوكي تمام، واضح ان هذه invalid. هل هي invalid لان هذه كاذبه؟ لا ما لهاش علاقه. وضل هذه ما لهاش علاقه، لان مقدماتك اضعف من ان تضمن نتيجتك، لان مقدماتك قد تصدق وتكذب النتيجه. واضح الان؟ لاحظوا ان بدل ما خشنا فيها اللغط والتشنج وقاعد نقنع فيك لا عند لك جدول. جدول مش يحل لك هذه بس، افطنوا حيحل لك. يعني لما جدولي يقول هذه بلد، راهو في نفس النفس قاعد يقول واي حجه اخرى تتخذ نفس الصوره بلد ايضا. ما عادش يهمك امطرت السماء ولا فاز الريال ولا قانون، هذا التجريد بتاع المنطق. كيف ندير بالضبط انا؟ اوكي على فكره هذه الهاء اسم الحجه، هذه اسمها مودس بوننز، اختصارها ام بي، وهذه اسمها فالسي اوف مودس بوننز، هذه غلطه مودس بوننز. مودس بوننز معناها وضع او اقرار المقدم، هذه معناها ام بي، وهذه غلطه وضع التالي. انا حطيت التالي انت مش المقدم. باش نديرو بسيطه، حنديرو جدول. باهي اول حاجه اسال السؤال التالي، كم جمله عندك انا؟ كم جمله بسيطه؟ بسيطه يعني ما فيهاش دوال صدقيه. اثنين. شنو قلنا؟ امطر السماء وابتلت الارض. عطي لكل وحده رمز اتفقوا عليه. عاده نستخدمه في اول حرف مثلا. اوكي بس خلينا نقول نحن ميم وباء. ليش؟ باش الميم تخطر علي امطر، تخطر علي وباء ابتلت. اوكي باه، هذه ميم وهذه باء. لاحظوا لما يكون عندك قضيتين
أنت في الواقع عندك أربع احتمالات. شنو هن؟ يا الاثنين صادقات، يا الأولى صادقة والثانية كاذبة، يا الأولى كاذبة والثانية صادقة، يا الاثنين كذبات. حط الأربع هذين وشوف إيش يصير في كل حالة. يعني يا إما تي يا الاثنين صديقات، أوكي، ليس هناك إمكان منطقي خامس. نب نشوفه في كل حاجة، شن سير المقدمات وشن سير النتيجة. شن المقدمة الأولى؟ إذا أمطرت فابتلت، يا بكرة إذا أمطرت ف، صح شرط. وشن المقدمة الثانية؟ أمطرت اليمين. وشنو نتيجتي؟ نتيجتي شنو؟ ابتلت اليابة، صح؟ تمام. يبقى أول خطوة باش تقيم الحجة، دير جدول وحط القضيتين الأساسيتين هذا، ودير إمكانات ورمز، أي ترجم العربي إلى رموز. ده الآن كمل حسب تعريفك للدوالة الصدقية. أنا ما عنديش إلا دوالة صدقية واحدة. هذه قضية إيش؟ شرطية. أمتى الشرط يكذب؟ لما تكون النتيجة كاذبة. لما تكون عكس مقدمة. لما تكون كذبة. لا كاذبة. لا لا. لا كاذبة. لما يكون المقدم صادق والتالي كاذب. ليه هل؟ لا. يس حالة واحدة. شوف إذا صدق المقدم هنا كاذب، لكن الباقي شنو؟ صح؟ طبقا لهذا بهم يمشي لي ميم، هي ميم حطها زي ما هي. ليه شنو؟ تي اف اف به باشني هي با تي اف تي اف. الآن كملت الجدول باش تبدير توا. الآن اعتبر هذا كأنه تلفزيون، وهذه الشاشة. وهذين البطام اللي شغلت بين الشاشة، طلعت الشاشة توا. دور حاجة واحدة. دور تي اف قاعد عندك بالترتيب هذا تلفزيون. هل عندك تي اف؟ بش معناها تي اف؟ يعني هل عندك واحد من الامكانات ان المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة؟ هل امكن ذلك؟ لا، يبقى الحجة فاليد. ليش؟ لان الحجة تكون فاسدة إذا أمكن أن تصدق المقدمات وتكذب النتيجة. لكن طالما لم يمكن ذلك، يبقى استحالة أن تصدق المقدمات وتكذب النتيجة، يبقى الحجة فاليد. فاليد طبعا، يستحيل. الآن خلينا نترجم هذه وحنشوفوا كيف التغيير يصير. التغيير هنا طبعا، الميم بدل الباء، صح؟ يبقى هذين حيتغير كله. حنحط هنا الباء وهنا الميم. شنو الباء؟ هاي الباء تي اف تي اف. بشنو الميم؟ هاي الميم تي تي اف اف. طلع لي ولا طلع لي؟ ايش توا تي تي اف؟ هذا هذا ايش قاعد يقول السطر هذا؟ يقول لي معليش راه وحشتك، من الممكن منطقيا ان تصدق مقدماتك وتكذب نتيجتك، هذا ليش حجتك فاشله؟ شوف فيري سمبل. بس خليني قبل ما نتخطى لاحظوا ان في فاليد وانفاليد وفي ساوند وانساوند. شو الفرق؟ فاليد صحيح، انفاليد
فاسد، ساوند سليم هذه أقوى، وأن ساوند معتل. بشري الفكرة، الحجة تكون صحيحة أمتى إذا استحال أن تصدق المقدمات وتكتب النتيجة. تعينا منها الحجة تكون سليمة إذا كانت صحيحة، واحد، ومقدمات صادقة. يعني وننقيم في هذه سليمة ولا لا، نبي نعرف الأرض ابتلت ولا لا، نبي نعرف المقدمات صادقة ولا لا. يبقى هناك شرطان لسلامة الحجة، أن تكون أولا صحيحة بمعنى المقدمات تضمن النتيجة، وتكون المقدمات أيضا صادقة بأن تكون الحجة معتلة. ما تسرعش الإجابة، تسرعش الإجابة. نعاود، الحجة صحيحة إذا استحال صدق المقدمات وكذب النتيجة، فاسدة إذا أمكن أن تصدق المقدمات وكذب النتيجة. انتهينا منها. الآن جاءنا مفهوم آخر، شنو هو؟ سلام. الحجة تكون سليمة إذا توفر شرطان، هما أن تكون أصلاً valid صحيحة، وتكون المقدمات صادقة. متى تكون الحجة غير سليمة يعني معتلة؟ لما تكون valid لكن حججها واحدة منها مستحيلة. مش حججها مقدمات، مقدمات مصادقة أو من الفالد، من الفالد الأول. لا الفالد طبعا مش عارف يمشي معها. لا انت مفيش حد، لا فيش حد جواب صح. معنى بسيط الفكرة، ركزوا، للسلامة شرطان، صحة الحجة وصدق المقدمات. يبقى عدم السلامة اللي هو الاعتلال، تبغى وصلتوا عفتن وبدي تقولوا تكون معتلة لما تكون غير سليمة مقدمات كذا، لا، واحدة منهن إذا اختل أحد الشرطين. بمعنى الحجة تكون معتلة unsound either if it is invalid or at least one premise is false. واضح النقطة؟ أوكي. يبقى الحجة تكون سليمة إذا كانت واحد صحيحة، اثنين مقدماتها جميعها صادقة، وتكون الحجة unsound معتلة إما إذا كانت فاسدة أو كانت هناك على الأقل مقدمة واحدة كاذبة أو الاثنين معا طبعا، صح؟ It goes without saying. تمام. خلينا توا الآن نخش عليه مثل آخر بس أعقد شوية. بس قبل ما نخش على الأعقد شوية خلينا نعطي مثال بنفس القدر من البساطة، ونطلب منكم أنتوا تقولوا لي صحيح ولا فاسد. أوكي، إما أن بطرس غالي مصري أو مسلم. بطرس غالي مصري، هذه مقدمة ثانية. إذن بطرس غالي ليس مسلما، أو نكتبه باختصار، هو يا مصري أو مسلم. بها هو مصري، إذن هو ليس مسلما. هل لاحظت بداية أن جميع القضايا هذه صادقة في الواقع؟ هي صادقة ولا؟ هي صادقة. أوكي؟ لكن السؤال مش صادقة، مش هذا اللي يهمنا احنا، يهمنا اساسا الحجة صحيحة ولا، هل المقدمات تضمن نتيجة ولا. طبعا كان طلعت تضمنها حتبقى الحجة في نفس الوقت سليمة، ليش؟ لان مقدماتنا صادقة، صح؟ لكن خلينا نعرفوها اصلا valid or invalid. ايش حنديروا؟ جدول. قبل ما ندير جدول بنرمز. بكيف نرمز؟ بسيطة، مصري أو مسلم، شني؟ سين أو صاد.
مصري اللي ياسين. إذن ليس صاد صح؟ هذا جدولي هذا ترميزي. الآن هيا نكتبوا الجدول عشان ما تضيعش وقت. هذين قعدات ولا لا؟ أنا سين صاد. أولاً شنو انطباع حكم المبدئي؟ هذه صحيحة ولا فاسدة؟ انطباع حكم قبل الجدول. هذه مش شرطية ولا شرطية؟ لا مش شرطية. لا مش شرطية. وين شرط؟ فصلية فصلية فصلية. في أو. إيش رأيك فيها؟ لو واحد قال لك هو يا مصري يا مسلم وهو مصري يبقى مش مسلم. صحيح. صحيح. نشوف. كيف نترجم هذه؟ سين ها او صاد ولا لا؟ مش هذا فصل؟ بهذه شنو؟ هذه سين. بهذه شنو؟ ليس صاد صح؟ كملوا الجدول. سين او صاد قضية فصلية، والفصل لا يكذب إلا إذا كذب المفصولان، يعني ما يكذبش لهنا. والباقي شنو؟ سين هي سين، حط سين زي ما هي تمام. وهذه عكس صاد اللي هي شنو؟ حتكون اف تي اف تي 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 اف عندنا تي اف كذا يبقى شنو؟ انفاليد. انفاليد رغم انها بدت صح؟ هذا ليش المنطق مهم؟ شفت وراي حجة بسيطة جدا. ليش؟ لأن تو لما نقول لك نعطيك وحدة أخرى كيف واضح أنها انفاليد، هذه مش واضح أنها انفاليد. لو نقول لك ترامب إما أنه أمريكي أو جمهوري. ترامب أمريكي، إذا ترامب مو جمهوري؟ إي لكن واضح كيف مو جمهوري؟ جمهوري هو. أمريكي أمريكي. هي الخلط فيش؟ عارفين الخلط وين؟ الخلط في كلمة أو. أحياناً كلمة أو نفهموها نحن معناها يا هذه يا هذه لكن مش الاثنين. هذا يسموه فيه إكسكلوسيف ديسجنكشن. وأحياناً لا هذه أو هذه أو الاثنين. يعني انت لما نجي البياع يقول لك لما تشري مني بضاعه وتبي تردها يا اما نعطيك بدالها يا نعطيك حقها، بالتاكيد ما ادلكش اثنين صح. لكن لما نقول انا يا عربي يا مسلم ممكن الاثنين واضح. فالامبيجيوتي اللبس في كلمه اوهنا منطقيا المنطق يتعامل مع الأو بما يترك خيار أن يكون البديلان صادقين، ممكن الاثنين صادقين. أوكي هذا مثال بسيط آخر. بعد الجزء الثاني حنبدأ في أمثلة أكثر تعقيد شوية. نأخذ بريك 10 minutes إذا كان ما فيش أي أسئلة تفضلوا.